اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا يا ربنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، واجعلنا ربنا من المتقين الذين يساقون إلى الجنة زمرا. نسألك يا ربنا أن نكون ممن تفتح لهم أبواب الجنة وتغلق عنهم أبواب النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك يا ربنا أن نكون من الذين يقادون إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعلنا يا ربنا من الذين آمنوا واستقاموا على الإيمان. اللهم اجعلنا ممن تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، اجعلنا من أهل ذلك في الدنيا، واجعلنا من أهل ذلك عند الموت، واجعلنا يا ربنا ممن تتنزل عليهم الملائكة عند البعث والنشور ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن أسلموا وقالوا قولا حسنا، اجعل كلماتنا كلها في رضاك وأعمالنا في طاعتك، وطهر قلوبنا من الرياء والنفاق يا الله. اللهم اجعلنا ممن يقولون أحسن الأقوال، اجعلنا دعاة إليك بأقوالنا وأفعالنا، اجعلنا قدوة لخلقك في كل خير. اللهم اجعلنا من الصابرين الذين يصبرون على طاعتك ويصبرون عن معصيتك ويصبرون على بلائك ويرضون بقضائك ويصبرون على طريق الدعوة إليك. اجعلنا يا ربنا ممن يحسنون إلى الناس ولا يردون الإساءة بمثلها، أعنا لنكون من المحسنين من المستقيمين على هديك وصراطك المستقيم. اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومن كان له حق علينا ومن علمنا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك. اللهم اغفر لنا جميعا وسامحنا في ليلتنا هذه أجمعين،
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.